كده سامبل بسيطة جدا عن الديستريبيوشن ماتريكس. هنا أول حاجة بنكتب كل أنواع الدوكيومنتس اللي هتجيلي، إذا كانت drawing حددناها architecture, electrical, mechanical, civil. في عندي هنا إذا كانت documents, في عندي هنا material submitted, IRs, letters, minutes of meeting. وبعدين باجي هنا قدام كل واحد منهم, ده كل أفراد المشروع عندي أو كل الكونتاكتس الموجودة معايا في المشروع. قدام كل واحد بعمل قدامه إكس. لو مثلا ده ممكن الإكس دي مثلا ممكن يكون التابل هنا موجود فيه الكونتاكت بيرسون بتاعت الكونتاكت كلها بتاعت الشخص ده, بقدر أتعامل الإيميل بتاعه ورقم تليفونه وأي حاجة من التفاصيل دي. ممكن هنا يبقى دي طريقة الاتصال اللي أنا بكتبها هنا. فوارد ان انا عامله اكسات بس كده عشان بس نوضح الفكره بتاعه الايشو دي, تمام. بس هبقى محتاجه منكم ان انتوا تدوني حاجه تفصيليه اكتر من ده. فده الماتريكس كده بس يعني بطريقه بسيطه جدا. احنا حاطين الدوكيومنتس فوق كده, وهنا كل افراد المشروع او كل الجهات اللي انا بتعامل معاها. بعدين بنبتدي بقى نكتب هنا في الحاجات اللي هي في النص دي كده, بنكتب الداتا اللي احنا محتاجينها. طيب